السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس مادة الرياضيات. إذا عنوان هذا الدرس هو الكتل كيلوغرام وغرام، بالفرنسية لماس كيلوغرام غرام. تابعوا معي. قبل البدء في إنجاز التمارين سأقوم بشرح بسيط للفرق بين جي أو غرام وكجي أو كيلوغرام. بالنسبة للغرام هي وحدة قياس الكتل، هي الوحدة الرئيسية، ونقوم بقياس الكتل الصغيرة. مثلا إذا أردت قياس كتلة تفاحة واحدة سأستعمل الغرام، أو خاتم سأستعمل الغرام، أو كمامة مثلا سأستعمل الغرام. بينما إذا أردت قياس كتلة ديك سأستعمل كجي أو الكيلوغرام. إذا أردت قياس كتلة رجل أو امرأة سنستعمل كيلوغرام. إذا بالنسبة لي جي هي وحدة قياس الكتل الصغيرة، وكجي أو كيلوغرام هي وحدة قياس الكتل الكبيرة. إذا سنبدأ بهذا النشاط المقترح في بداية الصفحة. لاحظوا هنا لدينا ميزان طبعا لقياس الكتل، هنا لدينا كفتان، كفة التي توجد على اليمين والكفة التي توجد على اليسار، والإبرة تميل إلى الكفة التي توجد على اليسار. إذا أين سنضع 500 غرام؟ هل في هذه الكفة أم في هذه الكفة؟ وأين سنضع 200 غرام زائد 200 غرام؟ إذا هنا لدينا 200 زائد 200 تساوي 400، وهنا لدينا 500. إذا 500 أكبر من 400، وبالتالي 500 غرام أثقل من 400 غرام. إذا سنضع هذه الكتلة أي 500 غرام هنا، وهذه أي الكتلة 400 غرام هنا. ممتاز. هنا لدينا 100 زائد 100 تساوي 200، 200 غرام، وهنا 200 غرام. إذا هنا لدينا كفتان متساويتان. إذا نضع كل كتلة في الكفة التي تقابلها. وهنا لدينا 2 كجي أو 2 كيلوغرام، وهنا 1 كيلوغرام. طبعا 2 كيلوغرام أثقل من 1 كيلوغرام. ممتاز. نمر الآن لباقي الأسئلة. إذا السؤال رقم 1، لاحظوا هنا، أحيط المادة التي يمكن أن تزن كيلوغراما واحدا 1 كجي. إذا ما هي المادة التي يمكن أن تزن 1 كيلوغرام أو التي كتلتها 1 كيلوغرام؟ هل الشوكولاتة، الملح، السنيدة أم الزبدة؟ إذا في نظركم ما هي المادة التي يمكن أن تزن كيلوغراما واحدا؟ طبعا يمكن للسنيدة هنا أن تزن 1 كيلوغرام. أعتقد أن باقي المواد أقل من 1 كيلوغرام. إذا نمر للسؤال رقم 2، ألاحظ وأعبر عن كل كتلة بالكيلوغرام 1 كجي. إذا هنا لاحظوا هذا الأرنب، إذا ما هي كتلته؟ لاحظوا الكفة التي توجد هنا على اليمين. إذا 1 كجي زائد 2 كجي طبعا تساوي 3 كجي. إذا نضع هنا 3. ممتاز. هنا لدينا هذه الدجاجة، لاحظوا كتلتها. إذا 1 زائد 1 تساوي 2، إذا نكتب 2 كجي. وهنا لدينا هذا الكيس، لاحظوا كتلته. هنا 2 زائد 2 زائد 1، إذا كتلته تساوي 5 كيلوغرام أو 5 كجي. ممتاز. إذا نمر الآن للنشاط الموالي. إذا السؤال رقم 3، أضع علامة في في خانة الأثقل من الكيلوغرام. إذا ما هي المواد التي هي أثقل من كيلوغرام؟ سنلاحظ السهم. إذا لاحظوا هذا السهم هنا، طبعا هذا الكيس أثقل من كيلوغرام. إذا سنضع هنا علامة. وبالنسبة لي هذه القنينة، لاحظوا هنا فإن كتلتها أقل من 1 كيلوغرام، بينما الحليب كتلته تساوي 1 كيلوغرام، وبالتالي هذا الكيس فقط هو الذي كتلته أثقل من كيلوغرام. نمر للسؤال رقم 4، إذا السؤال هنا، أصل الميزان بالكتلة التي يشير إليها. طبعا هنا لدينا 2 كيلوغرام و 500 غرام، هنا لدينا 1 2 كيلوغرام. بالنسبة للغرام لدينا 200 زائد 200 400 زائد
500 غرام. إذن هنا لدينا 2 كجي أو 2 كيلوغرام و 500 غرام، بينما هنا لدينا 200 زائد 200 400 زائد 100 500 600 700. هنا لدينا 700 غرام وهنا لدينا 2 غرام و 500 غرام. طبعا الميزان يشير إلى هذه الكتلة. ممتاز. نمر الآن للنشاط الموالي أو التمرين الموالي. إذا التمرين رقم 5، أرتب الأجسام من الأخف 1 إلى الأثقل 3. إذا ما هو أخف جسم هنا؟ لاحظوا الكفة التي توجد على اليسار. هنا لدينا هذا الأرنب كتلته 3 كيلوغرام، الكتاب 300 غرام، وهذه العلبة علبة الأرز 5 كيلوغرام. إذا ما هو أثقل جسم هنا؟ طبعا هو الكتاب، سنضع هنا 1. بعدها طبعا يأتي الأرنب 3 كيلوغرام، كتلته 3 كيلوغرام، وأخيرا 5 كيلوغرام. نمر لباقي الأسئلة. قالت عائشة الكتلتان متساويتان، أتأكد ثم أحيط الجواب الصحيح. لاحظوا هنا هذه الكتلة لدينا 500 غرام زائد 200 غرام زائد 100 غرام. إذا 500 زائد 200 700 زائد 100 800 غرام، بينما هنا لدينا 1 كجي أو 1 كيلوغرام و 100 غرام. طبعا هاتين الكتلتين غير متساويتان، إذا هنا نضع لا. سؤال رقم 7، أحسب كتلة المواد الغذائية الثلاثة ثم أرسمها أقرب للميزان. هنا لدينا 250 غرام، هنا لدينا 500 غرام، وهنا 200 غرام. إذا سنحسب المجموع وبعدها نرسم أقرب الميزان. إذا سننجز عملية الجمع. 0 زائد 0 زائد 0 طبعا تساوي 0، 5 زائد 0 زائد 0 تساوي 5، 2 زائد 5 زائد 2 تساوي طبعا 9، طبعا 950 غرام. إذا مجموع المواد الغذائية الثلاث، مجموع كتل المواد الغذائية الثلاث هو 950 غرام. بالنسبة لرسم عقرب الميزان، طبعا 950 غرام تقريبا قريبة من 1 كيلوغرام، إذا ستكون هنا. إذن هذه هي 950 غرام، بين هذا الخط وهذا الخط. إذا سنضع 950 غرام، تقريبا 1 كيلوغرام. نمر الآن لباقي الأسئلة. إذا السؤال رقم 8، ورتبوا كتل الأطفال من الأخف إلى الأثقل باستعمال رمز أصغر. إذا لاحظوا هذا الطفل كتلته 25 كيلوغرام، هذه البنت 23 كيلوغرام، هنا لدينا 26 كيلوغرام، وهنا 29 كيلوغرام. إذا ما هي أخف كتلة؟ طبعا كتلة هذه البنت 23 كيلوغرام. إذا نبدأ بأخف كتلة. بعدها طبعا لدينا هنا 25 كيلوغرام، إذا نستعمل رمز أصغر. بعدها لدينا 26، وأثقل كتلة هي 29 كيلوغرام. إذا هذا هو الترتيب من الأخف إلى الأثقل. نمر الآن للسؤال رقم 9. إذا أضع علامة في الخانات المناسبة لأعبر عن كتلة ما يلي. هنا لدينا 1 كيلوغرام و 200 غرام. طبعا 1 كيلوغرام أو 1 كجي نضع علامة هنا، وبالنسبة لي 200 غرام نضع علامة هنا في هذه الخانة. إذا 1 كجي و 200 جي، 1 كيلوغرام و 200 غرام. هنا لدينا 750، طبعا 750 تساوي 500 زائد 200 تساوي 700، إذا 700 زائد 50 تساوي 750. إذا مجموع هذه الكتل يساوي 750 غرام. أخيرا هنا لدينا 530، طبعا 500 نضع علامة هنا، وبالنسبة ل 30 نضع علامة هنا في 20، طبعا 20 زائد 10 تساوي 30،
هنا لدينا 20 زائد 10 30، 30 زائد 500 تساوي 530 غرام. أمر الآن للسؤال الموالي. إذا هنا سنحسب كتلة كل حيوان. هنا لدينا 3 حيوانات، لدينا هنا الدجاجة، هنا لدينا الأرنب والديك الرومي. سنبدأ بكتلة الدجاجة. إذا كم تساوي كتلة الدجاجة؟ طبعا هنا لدينا 2 كيلوغرام أو 2 كاجي. سنكتب كتلة الدجاجة 2 كيلوغرام. كتلة الأرنب تساوي كتلة الدجاجة، لأن هنا لدينا الإبرة في الوسط. إذا كتلة الأرنب تساوي أيضا 2 كيلوغرام. بالنسبة للديك الرومي فكتلته تساوي مجموع كتلة الدجاجة والأرنب. إذا كتلة الديك الرومي هي 2 زائد 2 أي 4 كجي أو 4 كيلوغرام. ممتاز. أمر للسؤال الأخير. لاحظوا هنا لدينا هنا كرة حمراء وواحد كيلوغرام. إذا هنا لدينا هذه الكفة تساوي هذه الكفة. هنا لدينا 1 كجي وهنا لدينا 200 زائد 100. إذا ما هي كتلة هذه الكرة الحمراء؟ هي 300 غرام. بالنسبة لكتلة الديك الرومي سنزيل من هذه الكتلة 300 غرام كتلة الكرة الحمراء وسنحصل على كتلة الديك الرومي. إذا كتلة الديك الرومي هي إذا هذه الكتلة ناقص 300 غرام. إذا سنحذف 300 غرام من هذه الكفة، هنا 200 و100، وسنحصل على كتلة الديك الرومي. إذا كتلة الديك الرومي هي 1 كيلوغرام زائد 1 كيلوغرام تساوي 2 كيلوغرام و 500 غرام. إذا كتلة الديك الرومي هي 2 كجي و 500 جي. ممتاز. إذا إلى هنا ينتهي هذا الدرس. شكرا لكم على حسن تتبعكم والسلام عليكم.